الا تبعتوا بعض النصائح. واليوم بغيت نعطيكم نصيحه اللي هي المسافه اللي غادي خصكم تخليو ما بينكم وما بين الشخص الاخر. فين ما مشيتوا، في المتاجر، عند البقال، في الصيدليه، الا مشيتوا للمحلات العموميه كيف ما كانوا، الله يخليكم احترموا المسافه ديال 2 متر ما بينكم وما بين الشخص الاخر باش نتفاداو مجميع هذا الوباء.